المركز الوحيد في بلدية سرت هو مركز سرت لعلاج الأورام، مركز يعالج مرضى الأورام بما توفر لديه من إمكانيات، ويقدم خدماته إلى المواطنين من مختلف المناطق القريبة من مدينة سرت. وجوده في المدينة خفف من عبء التنقل لدى المواطنين، لأنهم قديما كانوا يتوجهون إلى مصراتة وبنغازي وطرابلس. كما تعلمون فأن مركز سرت لعلاج الأورام تم اعتماده في الفترة السابقة، ويقدم خدماته لمرضى الأورام في منطقة سرت وضواحيها، مدينة سرت وضواحيها، وخفف طبعا العبء على المرضى بالسفر إلى المدن الليبية كمدينة مصراتة وطرابلس أو مدينة بنغازي. ضم المركز لطاقمه الطبي الدكتور حسين الصلابي أخصائي أورام الباطنة، حيث أن وجوده ساعد في متابعة حالات الأورام في سرت رفقة زملائه بالمركز. الجهود مستمرة رغم قلة الإمكانيات من معدات ومستلزمات طبية يفتقرها المركز، ولم تصل حتى اللحظة برغم عديد المراسلات إلى مختلف الجهات ذات الاختصاص. المدة الأخيرة لاحظنا ازدياد كبير في عدد الحالات، خصوصا في المنطقة الوسطى سرت وضواحيها، فكان الغرض أن نحاول نوفر على الناس مشقة الطريق والتعب، وكذلك المريض لما بيأخذ علاج كيماوي حيكون صعب عليه باش أنه يأخذ جرعته في بنغازي أو في مصراتة أو في مكان ثاني يعني. فتواجدت في مركز سرت، والحقيقة يعني كان مبدئيا مركز جديد يقدم في خدمات. المركز الناشئ حديثا يقدم خدمات كبيرة ويسعى إلى التطوير والتحسين من الأداء، كل ذلك لأجل سلامة المواطنين واستدامة عافيتهم.